رقبانيه جاكلين وهي تبتعد نحو الفندق. هكذا إذ تصورها الفتاة الصغيرة ذات الظفائر واللورد الصغير. يا لها من فكرة غريبة، إنها مع ذلك تعرف ماذا يظن بأسرته وبطريقة معيشتهم وبأموالهم. إنه لا يريد أن يكون جزءا من المشاهير. نايت من سان دييغو، أصحاب مكتب نايت وفيشر للعمارة. كان فيشر أخا غير شقيق له، وهو عضو منفصل عن العائلة منذ شراء المكتب. ومنذ وفاة جده أصبح رينيه آخر سلالة نايت، ويرفض أن يستلم الشعلة امتدادا للعائلة، ولن يغير رأيه أبدا. داخل الفندق أمسكت جاكلين بذراعه ليستقبلا النزلاء، والابتسامة تعلو شفاههما. كانت جاكلين مضيفة كاملة ولغزا في عيني زوجها، وأخذت تتجول بين النزلاء وتقف هنا وهناك للحديث لحظات. لم يفهم رينيه جيدا ماذا يجري، ولكن الوضع صار معقدا للغاية في نهاية السهرة، حتى أنه ظن أنه لن يستطيع حله. بدأ الأمر بطريقة غير مزعجة على الإطلاق، عندما وضع رجل يجلس على مائدة يده على ذراع جاكلين وسألها وهو ينهض: ألست جاكلين يانسن؟ نظرت إليه غير مصدقة، ثم ابتسمت له في حرارة. كيفن، هي لها من مفاجأة سارة، لقد تغيرت كثيرا، لابد أن طولك ازداد 50 سنتيمترا وازددت ملاحة. شكرا، لقد مر وقت طويل، ولكنك يا جاكلين لم تتغيري، كم يبدو العالم صغيرا. تنحنح الرجل وقال يقدم شريكته على المائدة: أقدم لك يا جاكلين زوجتي أندريا، وهذه يا عزيزتي جاكلين يانسن، لقد كنا صديقين وشبه شقيقين في وقت ما. متى رحلت من البيت يا جاكلين؟ في سن 13. فكرت جاكلين قليلا: أنا سعيدة بمعرفتك يا أندريا، أقدم لكما زوجي رينيه نايت. بدا على كيفين التأثر: أنت تديرين هذا المكان، مبارك، لقد انتهى بي الأمر بشراء مطعم في إيفريت، وأعتقد أن تدريبنا الإجباري قد أتى ثماره. كانت جاكلين تفضل لو أنها لم تقابل كيفين على الإطلاق، ولكن الآن وهو هنا يجب أن تسكته، لقد كانت فترة في حياتها تحاول أن تنساها. حاولت أن تغير الموضوع، إن إيريك الوحيد الذي على علم بالموضوع واحترم رغبتها في عدم الحديث فيه. هل هذه أول مرة تأتين فيها إلى جبل روزات يا أندريا؟ نعم، ولقد سعدنا، إن حجرتنا مريحة جدا، وسنعود إلى هنا في يناير لقضاء أسبوعين مع زوجين صديقين سبق أن حضرا إلى هنا، إنهما تيبر ومارلين كوليرز، ربما تتذكرينهما. نعم نعم، وسأسعد برؤيتهما، أرجو المعذرة، لابد أن أقابل كبير الطهاة قبل تقديم العشاء، أتمنى لكما إجازة سعيدة. ابتسمت ابتسامة جعلتهما يقدران الموقف باعتبارهما يعملان في مجال المطاعم. صافح كيفن يد رينيه وقبل الشابة على خدها وتركاهما يبتعدان في أسف. ودت جاكلين لو هربت لتختبئ، كان رأسها يدور وروحها مملوءة بآلاف الأكاذيب لتفسير كلمات كيفن، ولدهشتها لم يسألها رينيه وإنما علق في دهشة. كيف استطعت التعرف على زوجين من بين المئات الذين يمرون هنا كل موسم؟ اطمأنت وفتحت ظلفتي الباب المؤديتين إلى المطبخ على اتساعهما وقالت: سأبوح لك بسر، أنا لا أذكر أحدا، وماي هي التي تراجع الحجز عن طريق كمبيوتر لترى إن كان النزيل سبق له الحضور، وفي هذه الحالة تعد لي بطاقة ببياناتهم الشخصية من حيث المظهر ورقم الحجرة والتي سبق أن شغلوها، وبهذه الطريقة أستطيع أن أجيبهم بأسمائهم وأحدثهم عن زيارتهم السابقة، وبهذا يحسون أنهم الأعضاء المفضلون في الملهى. قال وهو يضحك برقة: إذن أنت تغشين. أحست جاكلين بالإهانة: لا على الإطلاق، إنه أمر مهم بالنسبة لهم أن يحسوا أنهم المفضلون، وأن فكرة أنني أتذكرهم تؤكد هذا التفضيل. ماذا تعنين بكلمة مفضلين؟
أوه، هل يضايقك مثلا أن تقرأ لوحة تقول ممنوع للدخول إلا للأشخاص المسموح لهم بذلك؟ لا طبعا، لماذا أهتم بما يجري بين الدهاليز وهو لا يهمني على أي حال؟ إن كل الناس لا يتصرفون مثلك. أنا مثلا أكره اللوحات التي تجبر الناس على البقاء خارج المكان، وأريد أن لا يشعر أحد أنه منبوذ في مؤسستي. وإذا أحسوا بأنهم جزء من العائلة وأنهم في بيتهم وأنني أتذكرهم، فإنني بذلك أبلغ الهدف. وعندما يحس أحدهم أنه منبوذ وأنني لم أهتم به، فإنني أشعر بأنني أهملت نفسي. نظر رينيه في عينيها الصادقتين، وود لو استطاع ألا تشعر بأنها مرفوضة ومنبوذة من الأسرة. لقد قال كيفن بطريقة ما أنهما كانا شبه شقيقين. هل كان أخوين في الرضاعة؟ هذا ربما يجيب على العديد من الأسئلة والتي تحاول جاكلين دائما التهرب منها بضحكة أو نظرة مثلجة، وهي الأسئلة التي تجاهلتها الليلة مرة أخرى. ودارينيه لو هزها، هل تتصور أن كونها ابنة لأسرة مفككة يمكن أن يغير الأمر بالنسبة له؟ اكتفى بأن أمسك بكتفها بينما كبير الطغاة يقترب منهما، وقد بدا عليه الإرهاق وهو يمسح يديه في منشفة بيضاء كبيرة. قال لها: هل تسمحين بتذوق هذه الصلصة يا سيدة نايت؟ يبدو أنها رائعة، ولكنني أريد أن أعرف رأيك. تذوقت جاكلين الصلصة وبدا عليها الإعجاب، ومدحت شرائح اللحم البقري ورائحة الدجاج المقلي، وألقت نظرة على القدور المغلية قبل أن تأخذ طريقها إلى الباب. لقد تمت الطقوس المعتادة، إن رئيس الطهاة سيشعر بالإهانة إذا لم تغرقه بالمجاملات. لاحظت الشابة أن رينيه كان يمضغ قطعة من الخبز، وتساءلت أي طباخة استطاع أن يغريها كي تعطيها له. لا شك أن الرجل الذي تزوجته يتميز بسحر لا يقاوم، ولهذا غالبا ما يوزعه هنا وهناك بسخاء. أليس هو ببساطة جذابا؟ من فترة وهما تحت شجرة الصنوبر، ألم يحاول أن يعرفها أكثر ويعرف كيف تغيرت؟ زفرت الشابة. قدم لها رينيه مقعدا ووضع يده على كتفيها وهي تجلس، ثم دلك لها رقبتها. هل أنت متعبة؟ قليلا. هذا الرد كان يفسر زفراتها من حين لآخر. في الحقيقة كانت الشابة مرتبكة وحائرة وتعيسة، إنها تود أن تعرف أين هي ذاهبة. إن جاكلين ليست متعودة على تلك المشاعر الطيبة ولا على أن يطلب منها أن تحكي ماضيها. في الحقيقة لم تكن معتادة أن تشارك أحدا بيتها وحياتها، خاصة رجلا يخرجها من سيطرتها على نفسها عندما يلمسها. رجلا تجعلها أبسط أسئلته تصاب بالجنون. كانت تعرف جيدا أن أسئلة رينيه غير مريحة، إنه يريد منها أن تكشف عن ماضيها، ولن يتأخر في أن يطلب منها أن تملأ الفراغات في كلام كيفين وحكايته. ما الذي يمكن أن تعترف له به؟ أخذت جاكلين تعصر يديها وهي مرعوبة من فكرة الاعتراف بأسرارها له. كان في المقهى عندما قال رينيه: لنعد إلى البيت يا جاكلين، ولسنا في حاجة للبقاء للرقص. بدأ قلبها يقفز في صدرها. إذا كان يريد العودة فإن ذلك لأنه يريد أن يشويها على نار أسئلته. كانت تربيته الراقية هي التي منعته من مناقشة مشاكلهما علنا، ولا يجب أن ينشر غسيلهما القذر. لابد أن والدي رينيه قد علماه هذه القواعد الذهبية، وجاكلين لديها غسيل قذر لن تنشره علنا. بدأت تتساءل بماذا تجيبه على طلبه. قالت: إذا أردت، ولكن برحيلك مبكرا ستحطم قلوب العذارى واللواتي يأملن في الرقص معك. إنك لا تريد حقا العودة لأنني متعبة، ولكن لسبب آخر. رفع يده ولمس ذقنها وقال: لقد فاض بي الكيل من التخمين، وهناك إحساس لدي يقول لي أنك أيضا مثلي. لم تجبه، كان صوتها مخنوقا من ضربات قلبها العالية، ويلزمها بضع دقائق حتى تستعيد سيطرتها على نفسها. لقد جاءت إذن اللحظة المنتظرة، وهي أيضا اكتفت من لعبة التخمين.
جاكلين تحبه وستثبت له ذلك الليلة. تشابكت نظراتهما وعرفت جاكلين أنه فهم. سارت رشفة مقرونة بالأمل والخوف في جسدها وتساءلت ماذا سيكون رد فعله لو تصرفت بنفس طريقة المرة السابقة؟ هل سيستمر في محاولة إقناعها باستعادة علاقتهما أم سيتوقف للأبد؟ لا يجب أن تفكر في فشل آخر، فهما لم يبدأا من جديد بعد. في الماضي كان عليها أن تكشف عن ماضيها، ولو فعلت وقتها فإن هذا الرجل الذي يحبها كان سيتركها لأنها ارتكبت غلطة تأجيل لحظة الحديث معه أكثر من اللازم. وبعد اعترافها المتأخر قام والداه بالتحري عنها وواجهاها بالحقيقة. لماذا إذن من المهم جدا أن تكشف له عن كل شيء الآن؟ بعد أن قررت أنه لم يكن مهما أن تعترف بذلك لحظة زواجهما، هل لأنها كانت تأمل شيئا في أعماق قلبها يحدثها أنه لن يرحل؟ أمسك رينيه بيدها ونهض بدون أن تتركها عيناه واتجها وقد ضم شفتيه ببطء نحو المخرج وهو يشرح أنه لسوء الحظ مكتوب عليهما حضور سهرة ثانية. كان الثلج قد كف عن السقوط وطبقة سميكة منه غطت الأرض وتحيط أقدامهما بهالة لامعة. قالت جاكلين كي تكسر حدة الصمت، ستتكون طبقة سميكة من الثلج في حلبة الانزلاق. نعم، ولدي نية أن أكون أول من يجوب المناطق النائية. لدي موعد عند العودة إلى التزحلق مع مدير المصاعد، وإذا كان هناك شخص سيكون أول من يصل إلى هناك فهو أنا بالتأكيد. نزع إحدى فردتي قفازها ودس يدها العارية داخل جيبه في حركة حميمة حتى أن جاكلين تقطعت أنفاسها. ماذا تقولين؟ لدي أيضا موعد للانطلاق والاستعراض مع مدير المصاعد، فهل تراهنينني أن قفازتي ستكونان أحسن من قفازتيك؟ هذا ممكن، وفي هذه الحالة لماذا لا نشترك معا في العرض الأول؟ توقف رينيه عن السير حتى يراها أفضل. هل أفهم من ذلك أنك تعطينني موعدا يا سيدة؟ سرت رشفة جديدة في ذراعها التي كان ممسكا بها وسألته برباطة جأش، وهل هذا يهمك؟ أصابتها رعدة كالكهرباء عندما قال بصوت أبح، إلى أقصى درجة، إنني أتمنى أكثر من موعد، وإذا ظللت ترمقينني بهذه الطريقة فإنني لن أستطيع أن أعدك بالسيطرة على نفسي. زاد عمق رجفاتها حتى أحست بالأرض تنهار تحت قدميها وقالت حقا؟ نعم. كانت نظرته تتحداها أن تتمادى، ولكن جاكلين كانت تخشى أن تفقده فخفضت عينيها. لم يكن الوقت مناسبا للاستسلام لعواطفهما، فأمامهما شوط طويل لابد أن يقطعاه هذا المساء دون شك، ولكن كان على جاكلين أولا أن تطرح عليه سؤالا مهما للغاية. هل تشرفني بأن تشاركني حجرتي يا رينيه؟ ابتلع ريقه بصعوبة وأغمض عينيه فترة وكأنه يشكر السماء، ثم أضاء وجهه وهو يقول إنها أحسن دعوة وجهت إلي في حياتي يا جاكلين، وأقبل ذلك بكل سرور. عندما عاد إلى الشالي أخذ يقلب النيران في المدفأة ليزيدها استعارا. نظر إليها مرة أخرى وأحست الشابة بالامتنان له لأنه لم يتعجل لحظات الاعتراف. قالت لا تعتقد يا رينيه أنني غيرت رأيي، لكنني أعتقد أن علينا أن نتكلم أولا. عن أي شيء تريدين الحديث؟ عني. موافق. هل يضايقك أن أغير ملابسي أولا؟ ذهبت جاكلين هي الأخرى إلى غرفتها كي ترتدي ملابس أكثر راحة. مد يده لها ليساعدها على الجلوس بالقرب منه فوق الأريكة وصب لها قدحا من الشاي وأخذ يحتسي قدحه ببطء وهدوء وهو مدرك تماما ما يعتمل داخل نفس جاكلين. سألها عما تريدين أن تحدثينني يا جاكلين؟ حتى لو كانت الشابة لا ترغب الحديث معه فإنها ترى أنها مدينة له بقول الحقيقة كلها. قالت بتلعثم لست أدري من أين أبدأ.
تجرعت بعض الشاي واصطدمت حافة القدح بأسنانها. أخذه منها رينيه ورفع وجهها ونظر إليها في تعاطف. لا تخافي يا جاكلين، أنا صديقك وتعرفين جيدا أن ما ستقولينه لن يغير من العاطفة التي أحملها لك. ثقي بي، ولماذا لا تجيبينني أولا على سؤالي؟ ما هو؟ بدا على جاكلين وكأنه محكوم عليها بالإعدام. ترك ذقنها فخفضت رأسها. من السيد كرين يا عزيزتي؟ صاحت في فزع. ما الذي؟ لقد ناداك صديقك كيفن جاكلين يانسن، ولكنني عندما التقيت بك كان اسمك جاكلين كرين، ولذلك استنتجت أن هناك سيدا اسمه كرين. خفضت عينيها وهزت رأسها ثم قالت ببطء: لا يوجد، لقد أردت اسما يخصني وليس اسما اختارته المؤسسة الاجتماعية عن طريق القرعة. لقد سموني جاكلين إليوت لأنه الأسبوع الذي يختارون فيه الأسماء والتي تبدأ بحرف الأي، ولو كان الأسبوع السابق لسموني جاكلين ديفيد، ولكن هذا في الحقيقة لا أهمية له. المهم هو أنني أردت أن أكون شخصا له هوية حقيقية. وعندما كنت أشاهد فيلما قديما بطولة جين كرين قررت أن أحمل اسم كرين. تقطع صوتها وألقت نظرة مليئة بالتحدي. رد عليها رينيه دون أي كلام: إذن هناك من أوحى إليها بهذا الاسم. إن كونها لقيطة أو طفلة غير شرعية كان من الواجب أن تحمل اسم أمها. شجعها برقة على الاسترسال: كنت تشاهدين إذن التلفزيون عندما اخترت هذا الاسم، ماذا حدث بعد ذلك؟ أنا رينيه، أنا آسفة ولكنني لا أستطيع الاستمرار. نهضت فجأة وهي تسرع نحو الدرج وتقول له: هل ستأتي للنوم؟ جاكلين وقفت في منتصف الدرج وانتظرت دون أن تستدير. قال دون أن يواجهها: أنت جبانة وتهربين، إذا كنت تظنين أنني سأتبعك وأفعل ما تريدين فأنت واهمة. همست بصوت مكتوم والدموع توشك أن تتساقط من عينيها: أنا أفهم. تماسك رينيه حتى لا يتراخى: أتعرفين لماذا لم أتبعك؟ استدارت جاكلين وأصبح وجهها عبارة عن قناع أبيض في وسطه عينان متسعتان في توقع. قل لي. ظل واقفا في عناد فوق قدميه حتى لا يطير إلى أعلى الدرج ويأخذها بين ذراعيه. قال بصوت حاد: لأننا لا نستطيع الاستمرار بدون أن تحدثيني عن جاكلين كرين. على أي حال إننا لن نستمر إذا حدثتك عنها، وهذا لن يؤدي إلى شيء. تصبح على خير يا رينيه. لم تنتظر رده، ظل مدة طويلة جالسا يحتسي الشاي ويتساءل إن كانت تبكي. كم ود لو لحق بها، ولكنه كان يعلم أنها هي التي عليها أن تأتي إليه من أجل مصلحته ومصلحتها معاً.